مكتوبة لعموم المسيحيين. كانت في البداية الرسالة الأولى مكتوبة للمسيحيين. من فضلكم بلاش كلام واحنا في الكنيسة. الرسالة الأولى كانت مكتوبة للمتشتتين اللي نتيجة الاضطهاد ونتيجة التجربة المرة اللي مروا بيها. كان كتب لهم رسالة للتعزية وقال لهم ان احنا بنبص على السماء وان كل واحد بيتألم مع المسيح هيتمجد ايضا معاه. وبعدين الرسالة الثانية ابتدى يكلمهم عن البدع والهرطقات اللي هتقابل المسيحيين والموضوع اللي ابتدى يوصيهم عليه ان هم ازاي اما يعيشوا في الفضيلة هينالوا المجد الابدي. وفي الرسالة الثانية احنا خدنا الاصحاح الاول اللي عمل فيه مقدمة رائعة جدا ان ازاي الواحد مش بس ان هو يعيش مع ربنا، ان يكون عنده ايمان والايمان ده يكون فيه فضيلة، والفضيلة هي تخليه متعفف وتخليه عنده صبر، والصبر ده اما الناس تشوفه في محبة هيبتدوا ان هم كمان ينجذبوا لهذه الشخصية المحبة لربنا. وما تكون المحبة موجودة في قلبنا هتخلي الواحد مش متكاسل ولكن نشيط في عمل كل خير. وانتهى ان هو بيقول ان اما ننتبه لكلمة ربنا اللي موجودة في الكتاب، الا ان ما فيش نبوة اتكتبت بمشيئة انسان ولكن تكلم اناس الله مسوقين من الروح القدس. يعني كل الكتاب هو موحى به من الروح القدس، موحى به لكن ما يغيرش شخصية الكاتب، يخلي الكاتب يكتب بشخصيته ولكن يعصمه من الخطأ ويخليه ان الكتاب المقدس كله يكون ماشي في سياق واحد. وعشان كده قلنا ان الكتاب المقدس رغم انه اتكتب على مدار 1600 سنة من 40 كاتب مختلف ومختلفين، منهم المتعلم ومنهم جاني الجميز ومنهم الوزير زي دانيال ومنهم، فكل واحد كان ليه صفة، منهم الحليم جدا زي موسى النبي ومنهم اللي كان شديد جدا زي إيليا، مع ان إيليا ما فيش سفر اسمه سفر إيليا، لكن ان كل الانبياء دول تنبأوا واتكتبت النبوات بتاعتهم في الكتاب المقدس. بيقول ان احنا لو انتبهنا للكتاب المقدس والكلام اللي موجود فيه ده انت هتتقابل وجها لوجه مع المسيح، فينفجر كوكب الصبح مش قدامك، لا ده ينفجر فين؟ في قلبك. وما ينفجر كوكب الصبح في قلب الانسان يخليه بقى انسان مستنير، عارف الصح من الغلط، عارف طريقه للابديه، بيجري ناحيه الملكوت، بيفكر في السماء، ما بقاش الحاجات الارضيه تشغله كتير، بس بقى ابتدى يبقى مشغول اكتر بالسماء وبالابديه وبالحياه المقدسه مع ربنا يسوع المسيح. وعشان كده بيقول ولكن كان ايضا في الشعب انبياء كذبة، رغم ان كانت فيه النبوة اللي كانت مسوقة من الروح القدس، كان برضو الشيطان بيسوق بعض الانبياء الكذبة عشان يضلل الناس ويمشيهم في طريق الشر بدل ما يمشوا ورا ربنا. وعشان كده بيقول ولكن كان ايضا في الشعب انبياء كذبة كما سيكون فيكم ايضا معلمون كذبة. يعني حتى في العصر الحديث هتبتدي برضو بعض الناس رغم ان يبقى في النبوة وفي كلمات مقدسة وفي تعليم صحيحة من قبل ربنا يسوع المسيح وناس يفصلون كلمة الحق بايه. عشان كده احنا دايما نصلي في الكنيسة نقول والذين يفصلون معه، نقصد على البابا، كلمة الحق باستقامة، انعم بهم على بيعتك المقدسة عشان يرعوا قطيعك بايه، بسلام. من فضلكم بلاش كلام في الكنيسة خالص. عايزين ايه؟ نطفي المراوح ولا نولعها؟ طب نطفي النور ولا نخليه؟ طب نفتح الشباك ولا نقفله؟ بصوا يا جماعة، هي ساعة زمن، المروحة شغالة مش شغالة ما تخلوش الحاجات دي هي اللي تشغلكم. اصل في ناس هتفطس وفي ناس سعانة، طب نعمل ايه؟ طب نخلي الحرامين شمال والبردانين يمين او نعمل ايه طيب؟ طب اتفق معاكم على حاجة، وانتوا جايين المرة اللي جاية كل واحدة تجيب معاها شيرز او بروفر عشان اللي تبرد تلبسه، ممكن؟
اتفقنا؟ ما تخلوش الحاجات دي تشغلكم من فضلكم. اتفضلوا في قدام على اليمين هنا في اماكن ومفيش مروح فيها ولا تكييف ولا حاجه. اللي سقعان في مكان هنا على اليمين اهو. بس مش عايزين نعطل الكلام. فبيقول كما سيكون فيكم معلمون كذبة. المشكلة ان بعد شوية ابتدت تحصل فعلا. الكنيسة كانت في بداية المحاربات كانت بتتحارب من بره الكنيسة، فكانت في الاضطهادات الشديدة جدا اللي كان بيرمز لها بالحصان الاحمر لو تفتكروا واحنا بندرس في سفر الرؤية. وكان نتيجة الاضطهادات الشديدة اللي حصلت للكنيسة كانت عدد كتير من اللي بيؤمنوا بيستشهدوا على اسم ربنا يسوع المسيح. ومع ذلك كانت الكنيسة بتقوى لدرجة واحد من الآباء يقول لك ده دماء الشهداء بزار للكنيسة. كل ما شهيد يموت تبص تلاقي اتجمع عدد كبير ودخلوا في الإيمان وفضلوا ان هم يموتوا مع اللي آمنوا من ان هم يعيشوا في حياة رغدة وان هم يبعدوا عن ربنا. طيب ابتدى الشيطان غير الخطة بتاعته، ابتدى يدخل ناس قال لك طالما كل واحد بيؤمن بربنا يسوع المسيح هيكون ليه الخلاص. طب ما انا ادخل لهم التشكيك من ايه؟ جوه الكنيسه. فابتدى يكون في معلمون كذبة، يخش واحد ويبتدي يعلم تعليم بس مش هو اللي يوصل. تبصوا تلاقوا كلام حلو اسمعه لكن ما يوصلنيش، ويبتدي يقول لهم كلام حلو وجميل ويخدع ناس السلماء زي ما سمعنا كده في الرساله الاولى. في ناس السلماء اللي هم بسطه يبتدي يخدعهم عن البساطة ويخدعهم زي يقول لك زي ما خدعت الحية قديما حواء ساعة ما ابتدت تكلمها وتقول لها هل حقا قال لكم الله. فابتدى يخش في أنبياء كذبة ومعلمون كذبة يقول لك الذين يدسون بدع هلاك. دايما كلمة يدسون يقول لك دس الايه؟ السن. فدايما ممكن تيجي بدع الهلاك دي تخش بدعة وتبقى شكلها من الخارج حلوة جدا. بدت بدعة كتيرة من زي بدعة النيقولويين اللي احنا سمعنا عنها في سفر الرؤية. بيقول له انت تبغض اعمال النيقولويين الذي ابغضه انا ايضا. طب ايه كان بيقول ايه نيقولاوس ده؟ نيقولاوس ده كان احد السبع شمامسة، عشان كده يخرج منكم معلمون كذا. طيب يخرج يقول ايه؟ يقول الانسان عنده جسد وعنده الروح. الجسد بيحب الاكل والشهوات والملذات الارضيه والنجاسات، خليه يعيش في الجسديات واحنا بروح ارواحنا هتنطلق بمحبه فدينا وهتكون في السماويات. طبعا بدعه، بس بدعه للايه؟ للهلاك. يجي واحد يمشي في الشر ويقول لك انا بعد كده هخش السماء، تخش ازاي؟ واحد يكون عايش في الملذات والشهوات الجسدية وبعد كده هيقول انا فاكر ان انا داخل الملكوت، لا هتخش ازاي؟ يجي ابتدوا يمسكوا زي ما الشيطان عمل وابتدى يحارب ربنا يسوع المسيح وابتدى ياخد له آية مجتزئة من كل ويحاول ان هو يوقعه بيها، يبتدي يعمل الشيطان نفس الحركة. يعمل ايه بقى؟ بتوع المعلمون الكذبة دي يجي يقول لك كل الأشياء تحل لي، يقول لك أدي الكتاب المقدس هو بيقول لك كل الأشياء تحل ليك. أنت يعني ليه حابس نفسك في شوية بقول وحابس نفسك؟ أنت إيه اللي مخليك ماشي ورا الكلام ده؟ أنت مش بتقرأ الكتاب المقدس؟ يقول لك كل الأشياء تحل لي، بس ما يكملكش الباقي، ولكن ليس كل الأشياء. يقول لك ده ما فيش دينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. اقرأ روميا كده يقول لك لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. طب بس كملها. السالكون ليس حسب الجسد بل حسب الروح. يبقى الموضوع فيه سلوك. إن ما كنتش أسلك بلياقة وبترتيب كما في النهار ليس بالبطر والعهر، ما احنا الكلام ده كله قريناه. بس هو أما يجتزئ جزء من الآية ويحاول إن هو يعلم بيها يبقى معلم إيه بقى؟ كذب. ويحاول التعليم بتاعه ده ان هو يفسد ذهن الناس عن البساطة، بدل ما هم عايشين بمحبة وماشيين ببساطة ورا الإيمان السليم تبص تلاقيه يفسد ذهنهم عن البساطة.
اكتر حاجه كان ان هم اما يلقوا رجائهم بالتمام على ربنا يسوع المسيح يقول لهم ايش عرفكم ان هو فعلا ابن الله. واكتر مقاومه واكبر مقاومه عملها الشيطان ان هو ابتدى يشكك الناس في ان المسيح هو الله. وعشان كده يقول لك الايمان المسيحي حلو جدا، بس انتوا ازاي بتقولوا ان المسيح هو الله؟ يبقى هي المشكله بالنسبه للشيطان، ان اصل لو كان المسيح ما اتصلبش، لو كان المسيح ما فداش، لو كان المسيح ما احبش وعمل الاعمال العظيمه دي عشان اي انسان ما يجي يشوفه يقول لك خلق اذن او خلق عينين للي ما عندوش عينين، وبعدين عمل ايه كمان؟ قوم الميت، مشي على البحر، وقف الريح والمجنونين واللي كانوا فيهم شياطين، اخرج الشياطين بكلمه، كل السلطان ده عنده. طب عايز يهرب من الحركه دي وعشان الناس ما تامنش يقول لك هو كان بيعمل ده كله باذن الله. طب وبعدين لما بيعمل ده كله باذن الله يقول لك بس ايه، خلوا بالكم هو عمل الحاجات دي كلها بس ما اتصلبش، بس هو مش الله. ويحاول ان هو يفسد الناس البسطاء عن ايه؟ عن الايمان بالله. بدا الموضوع ده من مين؟ من واحد اسمه اريوس. ابتدى ياخد بعض الايات اللي موجوده في الكتاب المقدس وابتدى يقول لا، ان المسيح هو حاجه بسيطه كده، لا هو الله ولا هو زي الناس العاديه، هو كان شويه ربنا وشويه ايه؟ انسان عادي. طب الكلام ده احنا بنقول كده لاهوته لم يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفات عين. وعشان كده في مرات كتيره كنت اقول لكم اما كان وهو ماشي على الميه كان ماشي بجسده، ولكن رفعاه عن الميه قدره لاهوته. اما كان يلمس الابرص فيطهر كان بيلمسه بجسده، ولكن كان يشفيه بقوه لاهوته. اما كان يقف قدام قبر العازر يقول لهم ارفعوا الحجر وواقف بناسوته، لكن يتقوم الميت من جوه القبر بقدره لاهوته. يبقى في كل وقت كان اللاهوت متحد بالناسوت. واحنا كل ثقتنا ان احنا نقول ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفه عين، لان لو هو مفترق مش ممكن يخلصنا. يبقى لو هو كان نبي عادي كان ينفع ان هو يخلصنا. فكل الانبياء الكذبه وكل المعلمون الكذبه اهم حاجه عندهم ان ينفوا صدفه الالوهيه عن مين؟ ربنا يسوع المسيح. ويطلع واحد من جوه الكنيسه زي ما قلنا اريوس، يطلع ويحاول يدس البدعه دي، مع انه كان معلم وكان صوته جميل وكان بيالف ترانيم حلوة، ولكن بيقول لك كاد العالم أن يصبح أريوسيا لولا واحد تمسك بالإيمان. وقالوا له العالم كله ضدك، احنا حاطين له صورة عشان كده هنا، الصورة الأولانية دي اللي جنب حامي الإيمان اللي هو مين؟ القديس أثناسيوس الرسول. يقول له العالم كله ضدك، ويقول أنا برضو ضد الإيه؟ العالم. لولا ان قعد اكتر من 50 سنة يجاهد ضد هذه البدعة الشيطانية اللي تمسك بها اريوس بسبب كبرياء قلبه. عشان كده احنا في الطلبات نقول له حل تعاظم اهل البدعة، لان عشان ترجع الكنيسة في وحدانية لازم اهل البدعة دول بيجي لهم عظمة وكبرياء قلب وافكار غير مقدسة وغير نقية تخليهم يتمسكوا بتعاليم ما تكونش تعاليم بحسب الانجيل، ولكن يجتزئوا ايات من الكتاب المقدس ويحاولوا يعلموا بيها. وعشان كده احنا بنقول عنهم معلمون كذبة يدسون بدع، بس البدع دي مش بتسبب ان الواحد يتعب شوية، لا ده بدع ايه؟ هلاك. لان توجد طرق تبدو للانسان مستقيمة وعقبتها طريق الموت، في هلاك، الموضوع في هلاك. لان اللي مش هيقول ان المسيح ظهر في الجسد وهيؤمن ان هو اتم لينا الفداء وهيحتمي بدم المسيح مش هيكون ليه نجاة في الابدية، مش هيكون ليه خلاص في الابدية. وعشان كده البدعة دي بنقول عليها بدع هلاك. اذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم. يبقى في البداية ان ممكن ناس تكونوا امنوا بالمسيح اللي اشتراهم بدمه،
ودخلوا في الإيمان بالمسيح، ومع ذلك زي ما احنا قلنا ان يطلع ناس زي بدعة أريوس وزي أطاخي وزي أعداد كبيرة من الناس اللي طلعوا بدع، وتبص تلاقيهم بسبب البدع بتاعتهم يمشي وراهم عدد كبير، وتلاقي العدد كبير ده ممكن ان هو يصل في النهاية لإيه؟ للهلاك. زي مثلا واحد استغل الفترة اللي فاتت ان ما كانش فيه طلاق في الكنيسة، فجمع حواليه حبة ناس زهقانين من حياتهم بسبب زوجاتهم، او زوجات زهقانين من حياتهم بسبب ازواجهم، وبعدين يقول لهم ايه، تعالوا انا هطلع لكم فرصة ان انتوا تتجوزوا مرة تانية، ويطلع ويعمل بدعة جديدة كده ويعملوه بطرك، ويجي ويقف ويتكلم في القنوات ويتكلم في البتاع ده. طب وبعدين راح فين؟ يقول لك اللي مشي وراه كلها دي بدعة ايه؟ هلاك. تبص تلاقوا عدد كبير من الناس يمشوا ورا المبتدعين، وبعد ما يمشوا ورا المبتدعين يكتشفوا ان هذا الطريق مش بيخلصهم. بس في ناس بتكتشف الموضوع ده بدري، وفي ناس تفضل مكملة في الموضوع ده لحد ما تنتهي حياتهم للايه؟ الهلاك الابدي. إذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا. أنت عارفين أريوس بسبب البدعة اللي كده بعد ما يحكموه قال لهم خلاص أنا تبت، وبعدين عمل إيه؟ قال لهم خلاص أنا هرجع وأصلي معاكم يوم الحد الجاي في الكنيسة. راح ابتدى أتباعه، راحوا جايبين موكب وعادوا يلفوا بيه في البلد كلها إن خلاص أريوس داخل الكنيسة مرة تانية. وبعد ما فرحوا بيه ان هو مدخلينه الكنيسة مرة تانية وقعد يلفوا بيه، راح البطرك قعد يصلي ببكاء شديد جدا ويطلب ان ربنا يتدخل، لان لو قبل ان هو دخل الكنيسة وافسد الناس مرة تانية عن الايمان هتكون الموضوع صعب جدا. فيحصل ايه؟ يخش يتوجعوا بطنه فيدخل الحمام، وبعدين تبص يقول لك انثقبت احشائه كلها بسبب فيكون يجلبوا على انفسهم ايه؟ هلاكا سريعا. وسيتبع كثيرون تهلكتهم الذين بسببهم يجدف على طريق الحق. لان في ناس بسبب كده وبسبب ان هم ماشيين ورا بدع الهلاك دي تبص تلاقي يجدف على طريق الحق. زي ما طلع من قيمة كام سنة ان في كنايس برة ابتدت تبيح زواج المثليين. هل الكلام ده موجود في الكتاب المقدس؟ لا طبعا. ولكن هم قالك ان في حريات والناس لازم تعيش في حريتها، وان المثليين دول بيبقوا حاجة غصب عنهم، دي حاجة في جيناتهم، وطبعا دي بدعة ايه؟ هلاك. بدل ما يقولوا ان هي خطية زي بقية الخطايا والناس المفروض تقدم عنها توبة عشان ترجع لحياتها الأبدية، ابتدت الكنيسة نفسها، لأنها طبعا مش كنيسة جامعة رسولية وماشية بحسب مبادئ الإنجيل وفيها معلمون كذبة، يبتدوا ان هم يقولوا لهم خلاص انتوا عايزين راجل يتجوز راجل نجوزه لكم، ستة تتجوز ستة نجوزها لكم. فتبصوا لقوا ايه؟ بدع هلاك. طيب البدع اللي بتحصل دي يقول لك بعد كده تودي الناس لإيه؟ للهلاك. يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا. وبعدين الناس أما تشوف يقول لك إذا كان الكنيسة بتعمل كده يجدف على طريق إيه؟ الحق. لأن هل الكلام ده تنادي بيه الكنيسة؟ لا. طب أما الكنيسة اللي بتعمل كده دي تبقى إيه؟ بدعة وماشيين ورا، هل ماشيين ورا ملائكة وقدسين ولا ماشيين ورا شياطين؟ وهم في الطمع يتجرون بكم أقوال بكم بأقوال مصنعة، وهم في الطمع يتجرون بكم بأقوال مصنعة الذين دينونتهم منذ القديم لا تتوانى وهلكهم لا ينعس. في كل وقت بيحصل بدع، وفي كل وقت بيحصل نتيجة المعلمون الكذبة ان بيجي ناس تهلك. كان زمان في ثلاثة جم قالوا اشمعنا واحد زي هارون هو اللي يبخر بس ويمسك الشرية، طب ما احنا كمان عايزين نبخر. فطلع ثلاثة كده وقالوا كان اسمهم قورح ودسان وأبرام. الثلاثة دول قالوا احنا كمان عايزين كل واحد يبقى معاه شرية وعائلاتنا تبقى معاهم كل واحد شرية، وهم كمان يولعوا فحم ويولعوا بخور ويحطوا قدام يرفعوا بخور، ليه هارون بس؟ وبعدين ربنا قال له بص دول ما رفضوكش انت يا موسى ولا رفضوا هارون، دول رفضوا الكلام اللي انا بقوله.
سيبهم وانا هلاكهم. راح قال له يا رب لا اسمح ان انت ايه تعفو عنهم. قال له طيب اللي عايز يفضل ماشي وراهم خليهم يجوا على جنب. فبقوا 250 واحد جم على جنب، وان هم ما رضيوش ان هم لا يسيبوا الحاجات اللي في ايديهم ولا الشريه اللي في ايديهم. فوقف كرح ودسان وابيرام وعائلاتهم، وقفوا 250 فرد. وبعدين بعد ما موسى قال لهم ان انتوا سيبوا البدعه اللي انتوا ماشيين فيها دي وهم ما وافقوش، حصل ايه؟ يقول لك انشقت الارض وبلعتهم، واخدوا الشريات اللي كانوا هيمسكوها وراحوا دقوها وحطوها قدام مذبح ربنا عشان تفضل عبره للانسان اللي هو بيتجرأ على الكهنوت. وعشان كده في العهد الجديد يقول لك كده: لا ياخذ هذه الوظيفه احد من نفسه فقط الا المدعو من الله كما هارون ايضا، لان ربنا هو اللي بيدعو الناس مش هم اللي بياخدوها من نفسه. مش كل واحد يعمل لنفسه شريه ويقول انا اللي هبخر. وعشان كده بيقول لك دينونتهم منذ القديم لا تتوانى. طب ليه هم في الطمع؟ الناس اللي اباحوا الزنا واباحوا الخطايا عشان بسبب طمعهم، لان بيقول لنا كده احذروا من الطمع الذي هو عبادة الاوثان. فكانت عبادة الاوثان عبارة عن ان في نساء كاهنات وكانوا بيمارسوا الخطايا مع الناس اللي جايين يقدموا للعبادات الوثنية، فكان هو ده الموضوع. طب اما زاد الطمع ما بين الناس حصل ايه؟ يقول لك دول كانوا بيتجرون بكم باقوال مصنعة، يحاولوا يجيبوا ايات من الكتاب المقدسة. زي ما واحد طلع على الفضائيات الفترة اللي فاتت يقول الكنيسة بتدعو للخطايا، اهو عمال يقول احبوا بعضكم بعضا، يبقى معنى كده بتدعو لايه؟ افتكر ان المحبة هي الزنا، فافكاره ما جابتلوش حاجة مقدسة خالص يفكر فيها ان المحبة دي دعوة من ربنا. ولكن المحبة ده احنا بنقول الله محبة، لكن هو قعد فكر ان المحبة دي ايه؟ عمل الخطايا مع بعض. يقول لك اهو الدليل بيدعو البعض في الكنيسة يقول قبلوا بعضكم بعضا. بصوا الافكار الغير مقدسة وصلت الناس لايه؟ بدع هلاك يتجرون بكم باقوال مصنعه الذين دينونتهم من منذ القديم لا تتوانى وهلاكهم لا ينعس. ساعات ممكن هلاكهم يتاخر، وعشان كده ساعات ممكن ربنا يصبر على بعض الناس الاشرار عشان يقدموا توبه، لكن اذا استمروا في عدم توبتهم ربنا بيقول لك كده هلاكهم لا ينعس، يعني حتى وان كان ممكن يتمهل شويه ولكن مش هيتأخر كتير. طيب ايه الدليل بتاعك يا معلمنا بطرس على الكلام اللي انت بتقوله؟ لانه ان كان الله لم يشفق على ملائكة اخطأوا، قد اخطأوا، بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء. ده امتى الكلام ده حصل؟ اما جه الشيطان وقال ارفع، كان ساعتها ملاك، وقال ارفع كرسي فوق كواكب العلي. طب وبعدين حصل ايه؟ ربنا ساعتها انزله عشان من الاحضره من المكان الحلو اللي كان فيها، لانه كان من طغمة الكاروبين الاسكياء جدا والمسبحين لله، واحضره عشان يبقى في جهنم. ويقول لك كده وسلمهم محروسين للقضاء. واحنا شفنا الكلام ده كله في سفر الرؤية، اللي منكم درس معنا سفر الرؤية، ان هو اصبح في سلاسل الظلام معد للنار الابدية. وعشان كده بيقول النار الابدية المعدة لمين؟ ابليس وجنوده. طب والناس اللي فضلوا مطوعين ابليس لحد اخر يوم في حياتهم ومش عايزين يقدموا توبة رغم دعوة ربنا ليهم ورغم الصلاة من اجلهم ورغم الحياة المقدسة اللي بيدعوا عشان يعيشوا فيها، وفضلوا متمسكين بالخطايا والشرور والاسام ومش عايزين لا يعترفوا بيها ولا يتوبوا عنها، يجي في الاخر يقول لك طيب ما انتوا اللي اخترتوا الطريق المعد لابليس وجنوده. طيب اذا كان ربنا لم يشفق على ملائكه قد اخطاوا، احنا بنقول هنا ليه اخطاوا؟ لان لما الشيطان تكبر عمل ايه؟ اخطا. وعشان كده الكنيسه تحذرنا تقول لنا قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. الانسان اللي بيتكبر وما بيسمعش لصوت ربنا وما بيرجعش يقدم توبه عن الخطايا اللي بيفكر فيها او اللي بيعيش فيها او اللي بيذل فيها بيحفظ نفسه للهلاك.
بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء. ولم يشفق الله لم يشفق على العالم القديم، بل إنما حفظ نوح ثامنا كارزا للبر، إذ جلب طوفانا على عالم الفجار. قبل ما يجي الطوفان يقول لك ربنا نظر وإذ أن أبناء الله أحبوا بنات الناس، وبعدين يقول لك أن تصور أفكار قلب الإنسان إنما هو شرير كل اليوم. يعني الناس أصبحت من ساعة ما تصحى لحد ما تنام ما تفكرش غير في الإيه؟ في الشر. وعشان كده ربنا إيه؟ أباد العالم القديم، بس لقى فيه إنسان حلو بيحبه زي نوح، فقال له إيه؟ ابتدي يا نوح اعمل الفلك. فطول الفترة اللي هو بيبني فيها الفلك الناس رايحة وجاية يقول له بتعمل كده ليه؟ يقول لك أصل ربنا هيبعت طوفان. كان عمال يكرز ويقول لهم لازم نتوب عشان في طوفان جاي، لازم نتوب عشان ربنا يرحمنا. طيب اللي حابب ان هو يهرب من الشر ومن الطوفان يجي. وابتدى بعد ما جمع من كل الحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة ومن الطيور ومن كل حاجة جمع منها الا الاسماك طبعا، لان كانت كل المية فما الاسماك مش كلها هلك. فحصل ايه بعد ما جمع؟ يفضل يكلم حتى اسهاره، يقول لك فكان كمازحا في عينه ايه اسهاره. طيب وبعد ما هم اعتبروه ان هو بيهرج وبيضحك حصل ايه؟ جاء الطوفان بعد ما دخل نوح الفلك فاهلك الجميع. يبقى ممكن دي كانت زي بروفه لنهايه العالم، ان هو نتيجة استمرار الناس في الشر ومحبتهم لخطية واستمرارهم في عمل الخطايا والشرور، هتبص تلاقي في الاخر هيحصل ايه؟ هيجي هلاك العالم كله. وعشان كده نبهنا كذا مرة وقال لنا ستنحل العناصر محترقة بقوة. كل الحاجات اللي احنا شايفينها كل مصنوعات الايدي دي كلها هيحصل لها ايه؟ هتنحل. طيب المفروض بقى ان احنا نتمسك بايه؟ خلاص نفسنا. وعشان كده بيقول زي ما حصل زمان ايام الطوفان وتهلك العالم كله، ما فضلش غير واحد اسمه نوح وزوجته واولاده سام وحام ويافس وزوجتهم، وهو نوح كان الثامن بالنسبة لهم. فحصل ايه؟ يقولك بقية العالم كله هلك. طب يا رب انت ممكن تهلك العالم كله؟ ربنا مش ممكن هيقبل الاسم، مش ممكن هيقبل الخطية. هو ممكن يتغاضى عن ازمنة الجهل، ممكن واحد عاش في الخطية فترة او احب الشرور وبعدين رجع ندم وتاب، زي ما رجعت المرأة الخطية كده وجت بدموع عينيها عند قدمي المخلص قبلها، زي ما جاله زكا كده وقال له يا رب انا اعطي نصف اموالي للمساكين وان كنت قد سلبت احد او وشيت باحد ارد اربعة اضعاف، يقبل توبته ويخش بيته ويقدسه ويطهره. ولكن حاجة صعبة جدا ممكن ان هي تتم، ان الناس اللي رفضوا زي الكتبة والفريسيين يقول لهم ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون، ويحصل ان هو ربنا زي ما حكم عليهم يقول لهم كده وذا بيتكم يترك لكم خرابا. هيجي يوم ربنا مش هيقبل ان انت تكمل في نفس الطريق اللي انت ماشي فيه. يبقى احنا عندنا ان احنا نقدم توبة، يقولك توبوا طالما اليوم يدعى اليوم، لسه طالما قدامنا فرصة ان احنا نقدم توبة، لان في يوم اهلك الناس الفجار، في يوم جاء الطوفان وخاد كل الناس الاشرار، وهيجي يوم وهيحصل هلاك للعالم الذي لم يؤمن باسم ربنا يسوع المسيح. وإذ رمد مدينتي سدوم وعمورة حكم عليهما بالانقلاب واضعا عبرة للعاتدين أن يفجروا. كان من حنان ربنا أن هو يبين أو يعمل مكت كده الناس تشوفه أن اللي هيعيش في الشر هتبقى دي هي نهايته. وعشان كده وقف أبونا إبراهيم البار قدام ربنا يقول له يا رب أنت هتهلك البار مع الأسين، طب هو يا رب الناس اللي عاشوا في البر لو كانوا 50 واحد يقول له هسامح 50، هسامح البلد كلها من اجل 50. وفضل ينزل معاه لحد 10 ابرار، لكن حتى المدينة ما كانش فيها 10 ابرار، فيبعت ملكين وياخدوا نوح من ايديه هو واولاده وزوجته
ويفضل يحاول يخرجهم بره البلد عشان هيهلك المدينة بسبب الفجور والشرور والأسامة اللي كانت فيها، وننزل لربنا تحقق بنفسه من الشر اللي موجود فيها. طب وبعدين يقول له خلاص جاء معاد تنفيذ الحكم، لأن مفيش إنسان فيهم عايز يعيش حياة البر والتقوى وإن هو يقدم حياته لربنا. طب وبعدين جاء معاد إن يتنفذ فيهم الحكم، فياخد نوح وأولاده من إيديهم، ومع ذلك امرأته تعمل إيه؟ تبص لورا، فصارت كعمود ملح، وبعد ما تصير كعمود ملح وتهلك بسبب ان هي، وهي ده بقى اللي بيقوله لنا، من يضع يده على المحراث لا ينظر، لا يصلح لملكوت السماوات، مش هينفع. لو انت حابب ربنا امشي وراه، ان كان الله هو الله فاعبدوه، وان كان البعل هو الله فسير وراه. انتوا خلاص يا اما تختار طريق ربنا وتحب ربنا وتكمل معاه، يا إما تعيش للخطايا والفجور والأسام. بس خليك عارف إن كانت نهاية عالم الفجار الطوفان، وكانت نهاية الناس اللي عايشين في الإباحية والشذوذ كانت زي سدوم وعمورة، وحصل لهم إن هم إيه؟ ترمضوا. طيب في العالم الوقت الحالي هل ربنا مش بيعمل كده؟ بيقول لك بص، أما وقف ربنا يسوع المسيح قدام يقول لك وين لك يا كرازين، وين لك يا سور وصيدا، لانه لو كانت القوات المعموله فيكم اتعملت في سدوم عموره لتبات قديما جالستين في المسيح والرماد. واحنا ساعات القوات اللي عماله تحصل قدام عينينا، والمعجزات اللي عماله تحصل من القديسين، والمذبح اللي مليان على طول بالبخور والصلوات والقدسات اللي فيها رب المجد نفسه بيكون حاضر على المذبح، هتكون برضو شهادة علينا. لألا نكون عمالين نسمع وعمالين نيجي الكنيسة وعمالين نسمع عظات ولكن حياتنا ما تتغيرش، تلاقي اللي مخاصب يفضل مخاصب، واللي عايش في الشر فرحان بيه، واللي متلذذ بالخطية مكمل فيها، وتبص تلاقوا الناس مش بتقدم توبة كما ينبغي، ولكن يقول له كده خلي بالك، لأن في بعد ما ربنا صبر على الناس وقعد نوح يبني في الفلك 120 سنة جه طوفان، وبعد ما أنظر سدوم وعمورة بعت ورمض سدوم وعمورة. وعشان كده بيقول وأنقذ لوط البار مغلوبا من سيرة الأرض ياء في الدعارة، إذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب يوما فيوما نفسه البار بالأفعال الأسيمة. يعني نوح يعني لوط وهو موجود في وسط الناس الأشرار دول، كان كل حاجة بيشوفها أو بيسمعها كانت بتسبب له ألم نفسي شديد جدا، لأنه شايف الناس مش عايشين بحسب البر. وعشان كده مهم جدا ان الواحد ما يعيش في وسط الايه الاشرار. انتوا فاكرين لوط اما راح المدينه راح عشان ايه؟ رفع عينه في البدايه اما حصل خلاف ما بينه وبين ابونا، بين رعاته وبين رعاه ابونا ابراهيم، فقال له كده ان صرت شرقا اصير غربا وان صرت شمالا اصير جنوبا، انت اختار المكان اللي نفسك فيه. يقول لك فرفع لوط عينه ولقى مكان سدوم وعموره ده ارض خضراء ومراعي جيده، ففضل الراحه الارضيه عن الراحه الابديه. لكن لما كان موجود جنب ابونا ابراهيم، ابونا ابراهيم كان على طول الخيمه والمذبح والصلاه، وكان باستمرار ربنا قدام عينيه، فكان محمي. بدل من هو دلوقتي بقى الوسط اللي حواليه ناس أشرار، كان الوسط اللي حواليه أبونا إبراهيم البار. طيب أما كنت عايش في وسط الأبرار كنت الناس بترفعك. وعشان كده مش ممكن واحد يكون حواليه معاشرات رضية وأخلاقه هتفضل أخلاق إيه؟ جيدة. ما نضحكش على نفسنا، المعاشرات الرضية تفسد الاخلاق الجيده. حد يقول مثلا لا ده اصل انا اما بقعد في وسط المجموعه دي واحنا قاعدين كده في الشغل بنضطر نتكلم. خلي بالك المعاشرات الرضيه تفسد.
طب والناس الفجار رمت سدوم وعمور واهلك بالطوفان شعب الارض كلها، لان ما كانوش عايشين بحسب البر اللي ربنا دعاهم اليه. طيب ده انا بالنظر وبالسمع بقعد واحد يقول اصل انا طبيعه شغلي في مكان فيه عصارات. طب ما هو حصل له ايه اللي كان في وسط العصارات؟ خسر كل الاموال اللي كان مبسوط ان هو بيجمعها، والمكان الخضره اللي كان عايش فيها والمراعي اللي كان مبسوط بيها خسرها كلها. طب وبعدين ومراته بقت عمود ملح، طب واولاده بسبب الخطايا اللي اتعلموها وقعوه هو كمان ايه فيها. وعشان كده أنقذ لوط البار مغلوبا من سيرة الأرضياء، مغلوبا يعني اتمرر من سيرة الأرضياء اللي كانت في الدعارة، إذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم. خسارة أن أنت فضلت ساكن بيه، خسارة، ضيعت وقتك وضيعت حياتك وضيعت أولادك. يعذب يوما فيوما نفسه البار بالأفعال الأسيمة. يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة ويحفظ الأسماء إلى يوم الدين معاقبين. يبقى الحتة دي مهمة جدا، إن ساعات ممكن ناس تكون هي أتقياء وموجودة في مكان شر، ولكن ربنا يبعت لهم المنقذ. فاكر من القصص الحلوة اللي حصلت مع أبونا فلتاوس، إن في مرة كان موجود مع مديره في الشغل، وكان مديره في الشغل بيحب يعمل شوية تجاوزات. فالمهم ما واقف قدامه راح رفع عليه سكينة، راح عمل ايه؟ نط من الشباك ونزل سليم وزي الفل. طب ايه اللي حصل له كده؟ يقول لك ربنا انقذه من هذه. برضه في قصة ابونا عبد المسيح المناهري، كان ابوه مبسوط جدا وكان نفسه ان هو يجوزه عشان يجيب له اطفال، فلقى ان هو الولد طاهر وملوش في الخطايا وملوش في ومش بيفكر كمان في الجواز. فراح جاب له في مره انسانه ساقطه وراح قفل عليه وقال بس عشان اما يقع في الشر هيبقى بعد كده يحب الجواز. فالمهم اما جات له الفكره المش حلوه دي، راح جه ابونا عبد المسيح المناهري برضه راح فتح البلكونه، راح ايه نط من البلكونة، وربنا برضو حافظ عليه من هذه التجربة، ولكن ينقذ الايه الأتقياء من التجربة. طيب والأسماء يحفظهم إلى يوم الدين معاقبين. الجزء ده عشان ساعات فيه بسبب ان احنا بيقولك بنغير من الناس اللي بتعمل الشر، ويقولك لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الاسم، لأنك بعد قليل تتطلع فلا تجدهم. واحد من الآباء القديسين الأنبياء الأطهار يقول له رب أنا أحججك من جهة أحكام عدلك، لماذا تنجح رب بطرق الأشرار؟ اطمأن كل الغادرين غادرا. يقول لك استنى، هو بينقذ من التجربة الأتقياء، لكن اللي هيحفظ الأسماء يوم الدين معاقبين. يعني حتى وإن كانت عدت بيهم أيام سليمة الفترة دي، فرحوا بالشر وتلذذوا بالخطية واكتنزوا من الاسم، هيجي في يوم من الايام يحصل ايه؟ يعاقبوا بسبب هذه الخطية. لان ساعات واحد يقول طيب ما هو الناس الاشرار مبسوطين هم ومتريشين وفرحانين وعمالين يخرجوا ويروحوا وييجوا. يقول له تستنى بعد قليل تتطلع فلا تجدهم. ولا سيما الذين يذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة ويستهينون بالسيادة، جسورون معجبون بأنفسهم، لا يرتعبون أن يفتروا على ذوي الأمجاد، حيث ملائكة وهم أعظم قوة وقدرة لا يقدمون عليهم لدى الرب حكم افتراء. أما هؤلاء فكحيوانات غير ناطقة طبيعية مولودة للصيد والهلاك، يفترون على ما يجهلون فسيهلكون في فسادهم. الجزء ده جزء من الأجزاء الصعبة جدا اللي بتبين معلمنا بطرس وهو بيتكلم بشدة مع الشعب اللي هو تجاسر وابتدى ان هو يعيش بشهوات الجسد ويفرح بالخطايا ويبعد عن طريق البر المدعو ليه من الله. وعشان كده بيقول ايه؟ ولا سيما الذين يذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة. في خطايا كتير، ولكن في خطايا غير مقبول عند ربنا او بتبقى صعبة جدا قدام ربنا.
زي خطيه الايه النجاسه. يعني هتقول مش كل الخطايا زي بعضها، لا مش كل الخطايا زي بعضها، كل الخطايا بتبين ان الانسان ما فيهوش محبه لربنا، ولكن في خطيه بتكون غصب عن الواحد، وفي خطيه بيجري الانسان ليها بنفسه بذاته. وعشان كده في بعض الخطايا ممكن مجرد توبه بسيطه ترجع الانسان، ولكن بعض الخطايا ممكن الانسان يعاقب عليها لزمان، زي ما شفنا كده ان داود النبي بسبب سقطته في خطيه النجاسه حصل عقاب شديد جدا ليه ولبيته، والخطيه مالت بيته، وبعدين اتقتل اولاده قاموا عليه. كل الخطايا دي بسبب بذره الشر اللي عملها ايه زرعها داود. وعشان كده في خطايا طبعا دي غير ان واحد اتنرفز في مره فقال قال كلمه وحشه او كلمه جرح او شتم، فهنا في خطيه يقول لك كل من يخطئ يخطئ الى خارج جسده، لكن اللي بيزني بيخطئ الى جسده. فخطايا النجاسه كمان ابتدى الشيطان يبتكر طرق جديده فيها. واحد يقول لك لا انا الحمد لله ما بعرفش حد بره، ولكن انا معايا الموبايل بتاعي بلاقي عليه حاجات وبعيش مع نفسي فيها. طب حتى لو بتعيش مع نفسك فيها، ما خلي بالك مين اللي بيبقى بفتح عينك عليها، والحاجات دي مين اللي هيلاقيها، ملائكه قدسين ولا شياطين استغلوا اجساد ناس بصوره شر عشان في الاخر انت تقع فيما يقودك الى الهلاك. وعشان كده بيقول خلوا بالكم ان الذين يذهبون وراء الجسد في شهوه النجاسه يستهينون بالسياده، جسورون معجبون بانفسهم. تبص تلاقي اول حاجه خطيه العجب، العجب دي اللي هي الايه؟ كبرياء. الانسان يبقى معجب بنفسه، فرحان بنفسه. بعدين يقول لك معجبون بانفسهم لا يرتعبون ان يفتنوا على ذوي الانجاد، لان ابتدوا ان يقولوا ان ممكن من الملائكه ينزلوا ويقيموا علاقات جسديه مع الناس اللي في البشر. طبعا ده يفتروا على ذوي الايه؟ الانجاد، احدى المعلمون الكذبه او الناس الاشرار اللي بيعلموا تعاليم لا تليق باولاد ربنا، اللي بيعلموا تعاليم مش مقدسه. تبص كده يقول لك يفترون على ذوي الانجاد حيث ملائكه وهم اعظم قوه وقدره لا يقدمون عليهم لدى الرب حكم افتراء. يعني الملائكه دي رغم ان هم اكثر قدره واقوى مننا، الا انهم مش بيقفوا قدام ربنا يقول له انتقم لنا من الناس اللي ايه؟ من البشر اللي هم بيتكلموا كلام مش مقدس علينا. طيب وبعدين يقول ايه؟ اما هؤلاء فكحيوانات غير ناطقه طبيعيه مولوده للصيد والهلاك، يفترون على ما يجهلون فسيهلكون في فسادهم. الناس اللي عاشت في الخطيه وفي الشر وحبت النجاسه افضل من ان هي تعيش في طهاره ونقاوه عشان يكون لهم مكان في الحياه الابديه، هينالوا بسبب سلوكهم ده، او شبهوا انفسهم بسبب سلوكهم ده بالحيوانات غير الناطقه اللي هيتهلك في هلاكا سريعا، وهتكون نهايتهم سواء الصيد او الهلاك. ربنا يحمينا من طريق الشر، ويدلنا ان احنا نتحفظ من كل فكرة ومن كل نظر ومن كل سمع يقودنا الى طريق الشر، لان احنا مش اطهر من داود، احنا مش اقدس من نوح البار، احنا ما عندناش معرفة جامدة جدا كالقديسين اللي قدروا ان هم يهربوا من الشر. وعشان كده الانسان المتواضع يقولك كده الصديق يبصر الشر فيعمل ايه؟ يتوارى، يعني يستخبى. اتقال كده للوط وقال له كده اهرب لحياتك، لا تنظر الى وراءك، لا تقف في كل الدائرة، اهرب للجبل لكي تخلص. ولكن خلوا بالكم خلص ولكن كما بنار، خلص بعد ما خسر زوجته وخسر املاكه وحتى اولاده تعلموا الشر وعاشوا في الشر. فاحنا ربنا ادلنا الفرصة ان احنا نحيا حياة ابدية مقدسة، ولكن نكون عارفين ان ربنا وان تمهل ولكن سيعطي لكل واحد بحسب ما عملت يديه، ان كان خيرا وان كان شرا. لإلهنا كل مجد وكرم. احنا عندنا تمجيدين النهارده، تمجيد للعذراء عشان عيد الام، كل سنه وانتم طيبين. طبعا انتم عارفين
والحاجة التانية عشان عيد الميلاد بكرة إن شاء الله. في حاجة كمان بكرة هنعملها، هيبقى في الأنديل العام من الساعة 8 لساعة 9 عشان كل الحابب ياخد بركة الأنديل العام. بركة الأنديل العام هتبقى للكنيسة كلها عشان مش بنلحق إن احنا نمر على كل البيوت نصلي فيها.